طبعا الاهلي هيبتدي الموسم الجديد بتاعه بمباراه مهمه وبطوله قاريه مهمه، طبعا هي السوبر الافريقي. ومن هنا لحد يوم 15 سبتمبر الاهلي طبعا بيواصل استعداداته، الى جانب طبعا وجوده بالمعسكر في النمسا. عايزين نتكلم يعني عن هذه الملفات والنادي الاهلي الفتره اللي جايه، يا ترى تبقى الدنيا عامله ازاي؟ هنبتدي الموسم الجديد وهو موسم مش سهل ومليان استحقاقات كتيره، يعني دي من ضمن الملفات اللي هنفتحها. وكمان هنتكلم مع حضراتكم عن كره القدم العالميه واخر الصفقات والدوري السعودي واخر مستجداته. منورنا ومشرفنا في هذه الفقره كابتن ماهر همام نجم النادي الاهلي السابق، وكمان الاستاذه منى عمر الناقده الرياضيه. صباح الفل عليكم واهلا بكم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليكم، منورنا ومشرفنا النهارده. ابدا معاك يا كابتن ماهر، يمكن خلاص النهارده هينطلق المعسكر الخاص بالنادي الاهلي في النمسا، يعني لما يقرب اسبوع. شايف ازاي العوده للتدريبات؟ فكره بقى يعني المعسكر، يمكن 21 يوم اجازه، هي اجازه مطوله يعني لم يحصل عليها الفريق خلال الموسم الماضي بهذا الشكل. يعني شايف ازاي فكره بقى رفع الحمل مره ثانيه في المعسكر، كمان في مباراتين وديتين خلال المعسكر، يعني شايف الامور دي كلها ازاي يا كابتن ماهر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا موسم العام الماضي كان موسم يعني شديد جدا على النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر من خلال موسم 22-23 يحقق اكثر من خمس بطولات خماسيه. ويعني انها موسم بصراحه موسم يعني كان صعب بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، لكن قيمه النادي الاهلي وخبره لاعبته والجهاز الفني، يعني كان في تحدي بشكل كبير جدا هذا الموسم، وقدر الحمد لله مستر كولر وجهازه الفني ان هم يحققوا الهدف الامثل، وهو بطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه والسوبر، وده بيحسب طبعا لتاريخ مستر كولر. بدايه الموسم زي ما كريم قال، الموسم ده هيبقى موسم صعب، لان الموسم فات حوالي يمكن 60 مباراه اللاعبين شاركوا في حوالي 60 مباراه، الموسم ده يمكن هيبقى العدد ممكن يزيد يمكن ل 70 مباراه. فطبعا هيبقى للنادي الاهلي عنده اشتراك في يمكن اكتر من بطولتين ثلاثه غير البطولات المحليه، وده هيصعب المهمه بشكل كبير جدا على النادي الاهلي. لكن الراحه اللي حضرتك ذكرتيها ال 21 يوم دي فرقت مع اللعيبه بشكل كبير جدا، واحنا شفنا السنه اللي فاتت لما لجنه التخطيط وكابتن محمود الخطيب خدوا قرار بإراحة اللعيبه الدوليين والمحترفين. وشفنا الانعكاسات ده بعديها. نعم. كمان شفنا الانعكاسات الطيبه بالظبط بالظبط، فرقت يا كريم بشكل كبير. طبعا. جدا الراحه، لان اللعيبه كانت بين المنتخب وبين النادي، اللعيبه الدوليين مع المحترفين، فكانت الامور صعبه جدا. حتى الاصابات اللي ضربت النجوم، واحنا يمكن اتكلمنا في كذا حلقه وقلنا الاجهاد اللي واقع على اللعيبه اثر بشكل كبير جدا على ضياع حتى البطولات العام الماضي. لكن الراحه ده كان قرار جريء جدا من كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب بخبرته كلاعب وكاداري قدر يختار القرار السليم اللي فرق معانا هذا الموسم بشكل كبير. كانوا في عرض الاجازه دي، طبعا كانوا يستحقوها عن جداره وعن استحقاق. بالظبط. طيب